السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. عظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام والإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. طبعا قضية الإمام الحسين مرتبطة ارتباط وثيق بقضية الماء والعطش، واليوم محور حلقتنا حقيقة يخص محافظة تأثرت من هذا الوضع وهذه المشاكل لسنوات طويلة، محافظة البصرة، بندقية الشرق أو عروس الخليج كما اليوم كثير من الناس يصفوها، اللي كان سكان الخليج يصيفون بيها، السياحة تكون بيها، اليوم يقارنون مياههم مع مياه البصرة في السبعينات وقبلها وقبلها في السنوات الماضية. للأسف آخر سنوات عاشت البصرة مآسي، اللي كان اليوم الأزمة الكبرى عام 2018 اللي شهدت وفيات، والمستشفيات البصرة كثرت بها حالات التسمم بسبب شيء دائما نسمع الإعلام يتكلم به، الخبراء المحللين، اللسان الملحي. شنو هو اللسان الملحي وشنو تأثيره اليوم على محافظة البصرة؟ حكومات بعد حكومات بعد وزراء موارد مائية ومحافظين وما حلوا هذه المصيبة. كل سنة بأرض السواد عندنا حلقة على اللسان الملحي. شنو السر؟ هل معقولة أنه شيء صعب، شيء عظيم ما تستطيع اليوم الدولة أنه اليوم توقف هذا اللسان اللي أثر اليوم على حياة المواطن البصري وعلى زراعة البصرة وعلى نخيل البصرة؟ فهذا الحقيقة اليوم احنا نعيش مشكلة كبيرة وعظمى. للأسف بعض التقارير الدولية وصفت البصرة بأنها مكان غير صالح للعيش بسبب الملوثات، بسبب التنقيب على النفط، وأيضا بسبب اللسان الملحي وتأثير مياه الشرب اللي يأثر بشكل مباشر اليوم وحتى توصل إلى مرحلة التسمم وحالات وفاة مثل ما قلنا. هذه المليارات اللي تخرج من البصرة من واردات النفط اللي تذهب لكل المحافظات العراقية، 17 محافظة عايشة على إيرادات محافظة واحدة، ما تحتاج اليوم اهتمام. اليوم مو دائما نصف البصرة بالعاصمة العراق الاقتصادية، بكل دول العالم العاصمة الاقتصادية تكون الأجمل وأجمل وأفضل أفضل من العاصمة السياسية. وعندنا أبسط مثال اسطنبول وأنقرة اليوم إذا نتكلم على دول الجوار. فالحقيقة اليوم راح نبحث بهذه المشكلة الكبيرة، نبحث بمظلومية أهل البصرة، نبحث شنو الخلل اللي يخلي اليوم حكومات ومحافظين ما يستطيعون حل مشكلة أو معضلة اللسان الملحي. ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وتكلمنا بموضوع، افتتحنا الحلقة بموضوعة اللسان الملحي، الكابوس الأزلي لمحافظة البصرة والمواطنين العراقيين العاشين في هذه المحافظة العزيزة. طبعا ضيفنا الأستاذ تحسين الموسى والخبير المائي والزراعي، أهلا وسهلا بك أستاذ تحسين. أهلا بك أستاذ ظفار، شكرا جزيلا. بالبداية عبر قناتكم نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا الكرام بوفاة سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام.
فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شكرا جزيلا. ربي يحفظك، بداية مباركة أستاذ تحسين. شكرا. مثل ما بداية الحلقة قلت أنه قضية الإمام الحسين مرتبطة بالعطش ومرتبطة بالماء ومرتبطة بالفرات، يعني واليوم دي نعيش أزمة خانقة من موضوع بموضوعة المياه بعموم المحافظات، ولكن دائما المتأثر الأكثر أو المتأثر الأكبر هي محافظة البصرة. شنو بداية تعريف العلمي للسان الملحي؟ شنو مشكلته؟ حقيقة قضية الحسين في كل وقت، أينما وجد الظلم وجد قضية الإمام الحسين، أينما وجد الإنسان يوجد قضية الإمام الحسين. وهناك كثير من زعماء دول العالم لم يعتنقوا الإسلام، بنوا دولهم وأممهم على رسالة الإمام الحسين، والشواهد كثيرة في هذا المجال. نعم، مسألة العطش اللي ضرب بها الإمام العباس أروع مسألة، عندما آثر على نفسه وهو في آخر يا نفس هوني من ترك الماء والعطش. فإن شاء الله احنا اسمح لنا أنه لا بالعكس يتشرف أرض السواد بذكر شكرا شكرا أكيد والله أهني أرض السواد وأهنئكم، خاصة أنه أنتم عندكم طقوس خاصة وبرامج خاصة، وهذه حقيقة في ميزان حسناتكم. ربي يخليك. شكرا جزيلا. البصرة المظلومة، البصرة الجريحة مثل ما وصفتها، كان يجب أن تكون هي مدينة العراق، هي عروس العراق، هي عروس الخليج. للأسف هذه المدينة الصابرة المجاهدة عانت ما عانت، هذه التي هي ميناء العراق واقتصاد العراق ومتنفس العراق تصبح في هذه الأحوال. البصرة فقدت الزراعة وفقدت المياه، أبسط حقوق الإنسانية هي حقوق الخدمات والمياه الصالحة للشرب. البصرة تتعرض لإبادة، اليوم الملوثات واللسان الملحي أصبح عامل خطر جدا، واجتمعت معهما أزمة المياه وتغيير المناخ والغذاء العالمي، لتجعل من هذه المدينة حقيقة معاناة حقيقية. مثل ما تفضلت إن كلمة لا تصلح للعيش كلمة كبيرة، هي الآن فقدت كل شيء، بدأ النزوح العام منها، فقدت التنوع الأحيائي، نفوق الحيوانات، هذا التمدد. مع العلم أنه كان يجب أن تكون لهذه ولو خصوصية بسيطة، مسألة مياه الشرب، من المعيب أن نتكلم عن مياه الشرب في هذا اليوم. يعني البصرة كان من المفروض عبر هذه السنين وهذه الموازنات وحتى هذا الارتفاع في المنتوج المحلي، ما هي كلفة تحلية المياه؟ اليوم حتى هناك الطاقة البديلة، الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية أصبحت عامل مساعد، في عامل اقتصادي بسيط لعملية حقيقة تحلية المياه. هذه إذا ما نبدي بهذا المشروع ما راح نعالج البصرة. هذا المشروع نقطة رأس سطر. أما بالنسبة للنسال الملحي اللي راح نتحدث عنه اليوم، من الصعب اليوم لاحظ قبل ما تبدي، طبعا عزيز المخرج إذا الأستاذ الموسوي من محافظة البصرة ما موجود، فأرجوك أن تبلغ العلاقات يحضرون ضيف آخر من البصرة، يعني أرجوكم، يعني الموضوع يحتاج واحد من البصرة. يعني صح اليوم احنا ماخذين الاستاذ كاكاديمي وعنده خبره، ولكن نحتاج من ارض الواقع. اكيد صحيح. استاذ تحسين، نتكلم اليوم مثل ما قلت اريد اعرف اليوم المشاهد من يسمع لسان ملحي حقيقه ما عنده ذيك ممكن الثقافه الكبيره جدا، بعيد عن هذا الموضوع، شنو اللسان الملحي؟ اللسان الملحي تعرف البصره هي من شط العرب والمطلع الخليج وعلى البحر. هذه عمليات عندما تكون هناك نسبة انخفاض بالمياه، وخاصة احنا نشهد عملية الموسم الثالث على التوالي، يبدأ اللسان الملحي بالارتفاع والامتداد. ناهيك عن البصرة تعاني قبل هذه الأزمة بسبب أن البصرة كانت تعتمد على أربع أنهر رئيسية تغذي شط العرب، بحيث كانت مياه شط العرب مياه صالحة للشرب. نتكلم عن البصرة عندما كانت تملك 17 مليون نخلة، عندما كان العراق يعادل الثلثين العالم أو العالم بالإنتاج بالتمور، عندما البصرة هي هوية العراق النخلة. لكن للأسف اليوم نتكلم عن الزراعة انتهت بشكل كامل بالبصرة، حتى النخيل نتكلم اليوم بحدود 4 ملايين وهي غير داخلة في الخدمة. نتكلم عن مسألة الصيد والتنوع الأحيائي، هو انقراض تام ونفوق تام. نتكلم أيضا عن عملية الحيوانات والتربية الجاموس وغيرها، لكن نرجع لي. نعم. كانت البصرة تتغذى فقط من نهر الكارون والكرخة بحدود 16 مليار متر مكعب سنويا، هذا جانب حديها سنة
تقريبا. احنا نقدر نقول سنة 2000 اصبح اخر شيء الكورونا صفر صفر، هذا جانب. الجانب الثاني ايضا كانت تعتمد على دجلة والفرات، الان الفرات يعاني، يعني اذا دجلة فقط، اليوم دجلة فقط هي من تدفع مشروع ما يسمى البدعة، واللي تدفع لجزء معين من البصرة، وهذا المشروع ايضا عليه تجاوزات كثيرة. لكن انا حاولوا انبوب بعد ما كان، نعم لكن الانبوب بمسار عليه تعرض لتجاوزات كثيرة، هم رجعت هذه التجاوزات موجودة حقيقة. نعم. واحنا قلنا بحلقات سابقة قلنا يجب ان تكون هناك قوانين رادعة للمتجاوزين، كون اليوم عملية المياه مثل ما عندما نتكلم مع دول الجوار ونقول حقوق مشتركة يجب ان يطبق هذا في الداخل ايضا، يجب ان يكون هناك تقسيم عادل. اعتقد المادة 110 و114 بالدستور اليوم تصف ان الماء مثل النفط، اكو قانون المياه واكو قانون موجود بالدستور، تقسيمه يكون عادل. لا هو موجود بالدستور. اي مثل ما نفط البصرة بكل العراقيين، ايضا المياه الداخله واللي تتقسم المفروض حصه البصره، وبالعكس البصره تحتاج حصه اكثر. نرجع لبسله اللسان الحين، لا نرجع لتذكره بسيطه، يعني معظم الدراسات اللي توالت كانت ترفض على انه كون انه سابقا كانت لدينا وفره بالمياه، يعني لم تكن لدينا استعدادات للازمه ولشح المياه. نعم. كنا حتى كنا نتصور احنا في ايام اللي ذكر النظام السابق كان يريد يعطي ماء حلو للكويت، وما قبله. إذا نحن نتكلم كانوا ما مرتاحين على غفلة يقطع يوصلهم عن طريق فأستاذ ظفر، يعني هذه ما معناه إحنا كنا نتمتع بوفرة عالية، يعني ما كان حتى ماكو تخطيط إنه العراق حيتعرض بسين، ماكو اهتمام للدراسات. إذا هذا يدل على أنه المستوى الضعيف اللي كان يقود. لكن اليوم نتكلم، العالم كله يتكلم، وايضا بتكلمت لك اليوم على الوفره. اذا اصبحت الحاجه ملحه لاقامه بوابه متحركه في البصره، لا يمكن اقامه سد بالبصره، كون البصره منطقه ملاحيه ميناء. يعني دائما انت متابع للسوشيال ميديا، ليش ما يبنون سد بالبصره؟ ما يصير وناس ويحجون، يعني ما يصير. احنا يعني نتكلم عن منطقه ملاحيه، ما يصير نتكلم عن ميناء. لكن البديل ان تكون بوابه متحركه، واجب هذه البوابه عندما تكون وفره بالمياه وانخفاض اللسان الملحي هذه البوابة ترفع مفتوحة، وعندما في حالة الشحة وتصد لنا أيضا، لكن في حالة الشحة هذه البوابة تكون مغلقة. لكن ما نقدر ننشها أيضا، لأن عندنا سبب رئيسي، مو كلفة البوابة اللي بشطنا. المشكلة لا توجد لدينا وحدات معالجة للمياه، عندما ننشئ بوابة سترتفع الملوثات، فإحنا اليوم شط العرب أصبح ملوث من عندنا إحنا، لان احنا هاي حتى هذه المياه اللي جلكم الله، يعني مياه المجاري الثقيله، حتى مياه البزل هذه المفروض اليوم اعاده تدوير، ليس فقط للغرض الاستخدام وانما لتخفيف التلوث. يعني هذا حتى لو انت اليوم ما تستخدمها المفروض تخفف الملوثات عنها. لا يوجد بالعراق وحدات معالجه، اللي موجوده قديمه ومندثره وصممت في تعداد نفوس كان ليس بهذا الحجم. اليوم هسه اليوم نريد نحسب البصره ايش قد تجيها مدخلات وش قد مخرجات، لكن اليوم البصرة تتعرض أيضا إلى حقيقة أنا أعتبرها عبادة، كارثة إنسانية. واليوم لو هناك إحصائية بسيطة من وزارة الصحة لرأيتم نسبة السرطانات مرتفعة، وهذه كلها سبب المياه، المياه أمراض تراكمية ليس بالضرورة، بعض الأحيان تكون هناك الطفح الجلدي وتكون هناك الإسهال المعوي وغير المغص وغيره وغيره، لكن الأمراض التراكمية مو بالضرورة أن تظهر. حتى كثير من الأمراض اللي يعني اللي نتكلم عن الصلع وغيره 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 وغيره، هذه هواية اللي شخصها. لكن اليوم الحلول موجودة، احنا يوميا نجي نطرح المشكلة، يجب ان نذهب الى الحلول. نعم. استاذ تحسين، خلي نشوف تصريح الاستاذ جمعة شياع مدير الموارد المائية في محافظة البصرة، خلينا نشاهد هذا الفيديو راجعين. بالنسبة لقضاء شط العرب وأبو الخصيب والسيبة والفا والمعامر، عندنا قناة شط العرب الإروائية اللي هي تصريفها 30 متر مكعب بالثانية، وقاعد نضخها والقناة مليانة للآخر. ممكن كل هذه المناطق ينصبون الأنتيكات، وبصراحة ناصبين بس يجوز بعد يحتاجون أكثر، ناصبين أنتيكات ما
مال محطات الإسالة على القناة الروائية، وإحنا مطين موافقات. أما بالنسبة للقضاء بالنسبة للقضاء أبو الخصيب أتهم محطة محلة، وأتهم ناصبين بعض طويل وبعض المناطق على القناة الروائية. أما مركز المدينة على قناة بدعة، مشروع مال البدعة اللي هو يعطي 7 متر مكعب بالثانية، وما شاء الله الأحواض. أما قضية دفع الإسالة الملحي، إحنا تصريفنا ما يقل عن 93-94 يوميا، قاعد نرصد باليوم مرتين الاطلاقات مالتنا فوق المعدل. هذا اللي نقدر نسويه، تدرين 12 لجنة من بغداد الى قضاء القرنة، قاعد نرفع تجاوزات ونسوي نظام مراسلة على مود توصل هذه الحصة. وتعرضنا إلى كثير من التهديد والإهانات والضرب والشتم من أجل نوصل هذه حصة محافظة البصرة. إبراغ هي بها انبوب جاية من قناة البدع، بس عليك كثير من التجاوزات، ناس متنفذين متجاوزين غسل وتشحيق ومعامل ثلج قاعد يأخذون الماي. هاي مسؤولية مديرية الماي، شيل التجاوزات يوصل للإبراغ هي. أضاشط العرب يربط على القناة الإروائي، هم فعلا رابطين، بس يجوز يحتاجون بعد تعزيز. احنا علينا ماء خام، مديرية الماء هاي مسؤولية مديرية الماء، وزارة البلديات، وعليه أوصل مياه خام لقناة شط العرب الروائية وقناة البدع. قاعد أوصل وبتصاريف كلش ممتازة وتراكيز، حتى من الرباط وجوه وفوق شمال المياه علبة بالقرمة علبة. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين، وإن شاء الله مكملين حلقتنا لهذا اليوم، ولكن أيضا منتظرين أحد الضيوف من محافظة البصرة العزيزة. عندنا الآن الأستاذ فلاح الأميري، مدير معهد نيسان، وعمل أيضا في برنامج يخص بيئة البصرة. أهلا بك أستاذ فلاح. أهلا بكم، أهلا من قناة أيام، المشاهدين ومتابعين من قناة أيام. أنا فلاح الأميري، مدير معهد نيسان للوادي المقراطي، ومدير برنامج العدالة البيئية وأمن المناخ جنوب العراق. ممتاز، أهلا بيك دكتور أو أستاذ. دكتور أو لا؟ أستاذ. لا أستاذ. إن شاء الله يا رب دكتور قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يخليك أستاذ فلاح. حسب تصريحات المسؤولين الآن في محافظة البصرة إنه دا يقللون من الأزمة، ما دا يشبهوها مثل مال الحام أو عام 2018، ولكن اليوم الغضب البصري على حكومة تصريف الأعمال وحتى الحكومة المحلية، يعني إذا نشاهد بالشوارع في بعض الأحيان بعض المناطق خرجت الآن لهذا الموضوع حقيقة، يعني أزمة كبيرة. فيديوهات السوشيال ميديا المواطنين صوروها، إذا نشوف كارثة بنوعية المياه اللي قاعد توصل للمواطنين. هل الأزمة حقيقية أو الأزمة أكو ناس مكبريها بالسوشيال ميديا؟ الأزمة في البصرة أزمة حقيقية وأزمة تراكمية، ليست وليدة العام 2022 ولا ولدت حتى عام 2018، حيث كانت الأزمة والاحتجاجات واغتصاب الشهداء والجرحى في محافظة البصرة، وإنما أزمة تراكمية منذ الثمانينات، وكأنه قضية مياه البصرة قضية أزلية لا حل لها. لكن بعد عام 2018 وبعد الاحتجاجات التي جرت في محافظة البصرة وراء ضحيتها مجموعة من الشهداء الشباب و جرحى والمحتجين، وهنالك حراك كثيرة في مقرات مؤسسات حكومية وغير حكومية، بدأت وزارة الموارد المائية وبعض المؤسسات الحكومية والحكومة المحلية في البصرة بالاهتمام في جانب ملف المياه. لكن هنالك تحديات كبيرة ومعوقات أكبر تحول دون حل أو وجود حل لهذه الأزمة، ومنها عدم صدور موافقات لوجود سد في محافظة البصرة مثلا، أو بعض المشاريع لتحلية المياه، سد أو بوابة أو بوابة يعني هوية ملاحي أو تغيير مسار نفس، أو زيادة خطة مياه البصرة من الإطلاقات المائية من قناة صالح، وكثير من المشاريع التي تحتاج إلى تصريفات مالية عالية وتحتاج إلى استراتيجية وخطة منتظمة لوضع حلول لمحافظة البصرة. أما هي أزمة حقيقية، البصرة تعاني من ارتفاع نسبة التراكيز الملحية جراء الجدر في شط العرب ورجوع مياه الخليج إلى المحافظة. كذلك
المصبات للمياه الثقيلة المباشرة الأنهر الفرعية المتصلة في شط العرب بشكل مباشر. وكذلك أن موقع البصرة الجغرافي هو آخر نقطة للعراق، صح. حيث أن الكثير من المياه التي تأتي بالأصل هي ملوثة، وإن كانت مياه عذبة مياه من نهري جدة والفرات، لكن هي بالأصل تأتي ملوثة، الملوثات الصناعية والملوثات الطبية، المياه الثقيلة والمغازل الصحية أيضا. بعد الأحداث التي جرت في الناصرية تم وضع السد الترابي على نهر الفرات من جانب محافظة بيقار، وأصبح مياه شط العرب تأخذ مناسيبها فقط من نهر دبلة. نعم، اليوم كما المعهد الخاص بكم ربي يحفظكم، واليوم اكيد نعم. باعضاء اكاديميين بهذا الموضوع لكم افكاركم، هل قدمتوها للحكومه المحليه الحكومه المركزيه هاي الافكار؟ وشنو اليوم رده فعل او تفاعل الجهات المختصه مع افكاركم؟ نعم، قدمنا بعض اوراق السياسات العامه والمشاريع التي تخص المياه والاثار الناتجه منها. كذلك قدمنا موضوع النزوح الداخلي والهجرة الداخلية من الأرياف للمواطنين الذين يعملون على وجود المياه مثل الزراعة وتغذية الثروة الحيوانية. قدمنا كثير من المواضيع التي تعني بالارتباط موضوع تلوث المياه، تشخص تلوث المياه بعملية المسائل الأمنية والقضايا السياسية والاحتجاجات والتغيير الديموغرافي أيضا، ونقل العادات من الريف الى المدينه التي سببت مشاكل اجتماعيه كثيره، وكذلك ارتفاع نسبه البطاله وتحول المهن من والحرف من مهن ترتبط مباشره بواقع المياه الى مهن ترتبط بالاستخراج النفطي او المسائل الصناعيه. نعم، هنالك كانت لدينا جلسات مع الحكومه المحليه، وقد وضعنا جملة من التوصيات تخص تلوث وشح المياه، طبعا بالتعاون مع جامعة البصرة ومركز دراسات الخليج العربي البصرة والخليج العربي، وكذلك كلية الآداب قسم الجغرافيا وكلية العلوم قسم البيئة أيضا، وكثير من الاختصاصات التي تعاونت مع مؤسستنا لوضع بعض الحلول والتوصيات نقدمها للحكومة المحلية أيضا ولدائرة مديرية ماء البصرة ومديرية مجاري البصرة، كان لهم تعاون كبير. لكن مثل ما تفضلت مسبقا ان هنالك تحديات اكبر مما تواجهها الحكومة المحلية او الدوائر المعنية، تحديات تحتاج الى التركيز ووضع استراتيجية كبرى لحل هذه المشكلة، بدل ان تكون هنالك مسائل تتعلق بارواح وحياة المواطنين وهي بالدرجة الاولى، يجب على من تكون من الاولويات الحكومه المركزيه او المحليه ان تعتني بها وان ترفع نسبه التخصيصات لهذه المشاريع لتي الموارد المائيه او مديريه الماء. هنالك مشكله استاذ العزيز، انه دائره الموارد المائيه في محافظه الصباح هي ارتباطها مركزي ولا ترتبط باللامركزيه الاداريه ولا ترجع الى الحكومه المحليه، بالرغم انه هنالك تعاون كبير بين الحكومه المحليه والموارد المائيه، لكن تخصيصات المشاريع هي تخصيصات وزاريه ولا ترتبط بالتخصيصات المحليه، وكذلك الواقع الحال مع بقيه الدوائر. يعني هذا الشيء ماشي بكل المحافظات استاذ صلاح. نعم، لكن يعني هناك الفرق في محافظه البصره وجود ازمه حقيقيه يعني مختلفه جميع المحافظات، يجب ان تكون مفاضله بين المحافظات، بين محافظه مثل البصره هي صح تغطي الميزانيه العامه من الايرادات. نعم استاذ صلاح، العام العام شاهدنا حقيقه تحركات السيد العيداني محافظ البصره كانت مع وزير الموارد، هذه السنة ما ماكو اهتمام كبير، ممكن ملف الكهرباء طغى على اللسان الملحي؟ هو هذه السنة هي مشكلة الموازنة العامة، لم تقم موازنة، كان هناك فقط قانون الأمن الغذائي، وهو لم يوفق في تخصيصاته أو في بنوده وفقراته في موضوع إلى قضايا متعلقة بأزمة المياه، بالرغم من وجود هنالك مساعي في التغيير المناخي أو موضوعات التلوث البيئي بحجم اكبر، ومن ضمن الاتفاقيات الدوليه مثلا او التغير المناخ الذي طرا على العالم بشكل عام، واشير للعراق او لمحافظه البصره بانه يشكل تهديدا لامن المناخ في المنطقه.
البطاقة نعم. تعطي تقريبا 95% من الايراد العام للموازنة الاتحادية، لكنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة وهي موضوعات المياه وموضوعات الزراعة. صحيح. هذا الأمر مهم قد يختلف عن أي محافظة أخرى، يعني بقية المحافظات قد لا تكون لديهم أدنى في موضوع المياه الصالحة للشرب صحيح. المياه الصالحة للزراعة. نعم. كل التحية والشكر لك الأستاذ صلاح الأمير مدير معهد نيسان بيخليك العفو العفو بخدمتكم بخدمتكم أستاذ تحسين. الأزمة كبيرة جدا، يعني شبه يعني اليوم حتى المنظمات الغير حكومية واصلة لمرحلة يأس، يعني يقول لك إن هاي الأزمة هي موجودة كل سنة، أريد ولو تخفيف الأعباء، تخفيف الأعباء في بلد ما أقرت ميزانيته حكومته حكومة تصريف أعمال، في محافظة إلى البارحة بالليل محافظة الساعة 3 دا يشوف الكهرباء حقيقة، يعني البارحة الجنوب يعني للأسف يعني بعض الجهات تستخدم ورقة الكهرباء بأوراق سياسية، ما أريد أدخل بهذا الجانب. صح صح. فاليوم المواطن البصري الله يعينه من كل الجهات بالأدوات الحالية اللي موجودة مثلا لوزارة الموارد المائية بالبصرة، لمحافظ البصرة، لمحافظة البصرة، شي يسوون على مود يخففون الأعباء؟ سات هو هذا اللي احنا نبحث فيه اليوم، الناس تريد حلول، المواطن يريد حل، احنا نحدد المشكلة، ومثل ما تفضل الأستاذ وقبل أيضا وكل أهل البصرة وغير خارج البصرة ومثل المنظمات الدولية اللي طرقت لهذه الأزمة، وهذه الحلول ممكن ممكن حاليا اذا انطينا مو راح تصير بطوله كاس الخليج البصره من اخذوا من البترودو، لا مو اكو حقوق النقل، ايش قد راح تدر ايرادات راح نفوه الاتحاد لا لا حقوق النقل موجوده هذه يقول المالك الاتحاد الخليجي مالك ما تروح للاتحاد حتى بهاي هم ما مشكله، الامن الطارئ الموازن الفائض، هسه نترك الموازنه الفائض، يعني احنا اليوم بدنا نتكلم عن حياه الانسان، يعني مسألة البصرة كل الحلول بالبصرة تفشل إذا ما نذهب للتحلية، يجب أن نذهب للتحلية. يعني يسوون مثل دول الخليج؟ دول الخليج نفس بالضبط، هو هذا الحل، هذا الحل، لابد نذهب عاجلا أم آجل. يعني مي من البحر ويصفون. نعم، الآن الكلفة مالته مو مثل قبل، كانت قبل كانت غالية. إيه؟ لكن اليوم نتكلم باستخدام البدائل الطاقة، هذا جانب ليس فقط لمياه الشرب، حتى ممكن نستخدمه بعملية التقطير بالتنقيط والتقطير بالزراعة الإحياء للإعادة، ولو من الصعب تعرف اليوم الأرض اللي تعرضت للتصحر فقدت خواصها، يعني تحتاج موازنات كبيرة. أيضا نفس الموضوع، الموضوع ما يخص وزارة الموارد المائية فقط هذا الموضوع، وحتى اليوم من نتكلم يجب ونعيد أنه هذا الموضوع علينا كعراقيين بصورة عامة، من نتحدث اليوم عن أسفل بغداد، هذه أسباب منطقة النهروان والمدائن، مصيبة، هناك نقل في بعض الأماكن البعيدة اللي تكون بالذنائب نقل مياه الشرب عن طريق الخزانات المتحركة، يعني السيارات تناكر تناكر بالضبط. زين هسه متحدث على البصرة 500 كيلو وكيف الفاو، يعني المسألة حقيقة لربما الفاجعة أكبر. أنا أقول إنه العراق في ملف المياه يسير في سرعة جنونية إلى الهاوية، هذا تصريح خاصة من نتكلم عن أسفل بغداد، خلينا نتكلم بعد عن المناطق الجنوبية، واليوم نتكلم فقط بالخزين ونتعكس دائما دول الجوار، هسه مو مشكلة، خلي أنا أطور الوسائل، خلي أحسن استخداماتي، خلي أبتكر اليوم حتى الاستمطار الصناعي، سحب السحب المطرية، يعني هذه كلها فرضتها، قلت لك أنا من دخلنا اليوم أكو تحالف قوي وضرب بعض المناطق اللي هو تحالف المناخ والمياه والغذاء كلها، يعني إذا نحن أمام تحدي مثل ما إيش قد ما قسينا على الطبيعة، اليوم الطبيعة دا تنتقم من عندنا، هذا يجب أن يعني يجب أن نتيقنه، ويجب أيضا اليوم أن نوصل لثقافة، يعني مسألة إنه هذه المياه ما فرط بها المياه الصالحة للشرب، يعني الشعب العراقي الوحيد اللي يغسل سيارته بماء صالح للشرب، مشكلة اللي يغسل يوميا الباب مال بيته بماء صالح للشرب، غلط. احنا هسه من قلنا نسوي إعادة عمل، حتى مياه البزل اليوم دي يعيدون عملية تدويرها لاستخدامها، احنا فقط نريد من دول الجوار انطونا ماي
يعني اليوم الدول هذه اللي بنت سدود وصرفت عليها موازنات انا وجهه دافع لها بالعكس اكيد عندها ضرر قاعد لا هي تعسفت ويانا اكيد لكن تنطيك اياها بهالسهوله من اليوم انت تعمل وتحسن منظومتك وتبتكر وهذه المقاومات موجوده هذه الدول هي راح تبحث يقول لك اكو شيء جديد اسمه سد الجزره هذا سد الجزره هو مو جديد حقيقه احنا شنو اللي موجود عندنا عندنا ما شاء الله اليوم طبيعه المسؤول اصبح فقط يعد تقارير هناك سد هنا اي وكان يقدم ارض السواد يعني هذا غلط يعني انت سد الجزر شنو اللي سوته حاله حال باقي السدود اللي انبنت حتى تورك زين احنا بهذه الازمه وبهذه الشح العالمي اليوم دائما الملف العلاقات مع الجاره تركيا في تطور اي تطور هذا مو هذا دجله بصفنا اللي نشف اي تطور الفرات اللي يحتضر الفرات حاليا اي تطور اي عمليه مسيطر عليها ونحن نشهد هجره من الريف الى المدينه اي عمليه والثروه الحيوانيه مهدده كيف نتكلم اليوم عن ان الخزين يجب ان يكون صريحين نحن ناس نستخدم الجزء الميت من الثرثار بالخزين والمتنبئين انه السنين الجفاف ايضا مستمره صح زين طيب هذه من احنا لازم من نتعامل بالازمه نتعامل للأسوأ طبعا احنا حتى نكون مستعدين لها نعم زين طيب الاموال متوفره لكن الاراده مو موجوده دائما حتى احنا اليوم نتكلم البصره من حقها اليوم محافظها محافظ العفو نعم استاذ تحسين اكيد يعني صور الغضب الشعبي في البصره باتجاه حكومه تصريف الاعمال والفيديوهات اللي انتشرت بالسوشيال ميديا هي ابسط دليل ان اليوم العراق والشعب العراقي والمواطن بالبصره بميسان بذي خار ببغداد بكل المحافظات محتاجين الى حكومه خدميه. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. شوف ماي يطرحونها بالرمه مع البصره تفضل هذا الماي نطرحه الحكومه ويجي يقول لك القائمه عليك 600 و700 يا حكومه استحوا وخذوا شويه تفضل هاي مشغل الماطور هاي على الماطور وفي الماي شوي لا هاي لا بشر لا حيوان يقدر يشرب هذا الماي اكو برلماني يقدر يشرب هذا الماي لو مسؤول واذا اكو مسؤول على هالحار هذا ومستغلن موجود الحمد لله والشكر بابا هاي الماطور جاي يسحب كيسه ماي فايت على بطنه تفضل يلا يا حكومه تعال جيب ابنك خليه يشرب من هاي الماي لو غسل لو كذا تغسلون بارو على حسب الاصول بدا هسه عود على ساعات جاي يسوى يلا هدي ابنك يجي وتجون ويجي القائمه ما تقول راسه ويجي يستر بيها دفع الماي على يا ماي على يا خيسه في فصل الشتاء تصير تجينا سيول من المياه والامطار وحتى تجينا من ايران دول الجوار بالنتيجة هاي المياه بدل لا يستفادوا منها حتى يودونها للأهوار الخزنة يلبونها قبل الشط العرب وراحت ما استفادت منها الحكومة هذا تقصد ومتحمدين الموارد المائية بهذا الموضوع دين كل محافظة إلى حسب الإطلاقات المائية ليش المحافظات كلها تتجاوز على حصة البصرة من الإطلاقات المائية في حين نفط البصرة كلها عايشة بيه العراق أتحدى نائب او اي مسؤول بالحكومه المحليه والاتحاديه ان البصره اذا وقفت تصدير النفط او الموانئ ما تنقل بالقيامه لكن حقوقنا من الماي ما يدزونها لك وحتى الكهرباء قضيه سياسيه مستحيل ما انا اقول لك اياها اجزم لك اياها ان قضيه الماي والكهرباء تريد تحرك المحافظه وتحرك الشارع وتسقط اي محافظه اي حكومه محليه من 2003 الى الان عن طريق 2 اشياء الماء والكهرباء وصارت بال 2018 وقلنا لهم يا نواب البصره انت تمثلونا بالحكومه الاتحاديه يا مجلس الوزراء ومجلس النواب وكل الوزراء لكن مع الاسف قبل الانتخابات يجيك النائب شو تريدون خدمتكم انا امثلكم وياكم
لكن بعد الانتخابات هاي تظاهرات اليوم دحيناهم ودحين النواب لكن لم يحضروا. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين. غضب شعبي بصر كبير جدا تجاه الجميع، يعني وصل اليوم المواطن وصل إلى مرحلة التحليل السياسي. ترى المواطن العراقي صار محلل سياسي يعرف كل شيء، يعني للأسف استخدام بعض الملفات لتهيج الشارع لأمور سياسية ما راح يفيد بشيء، يعني أيضا راح تزهق أرواح بسبب التسمم وغيرها للأسف. استاذ تحسين، اليوم المواطن البصري حقه لما يتكلم بهذه الطريقة، يعني اليوم لما يشاهد محافظ هو يتجاوز على حصص المياه، شاهد عشائر كاملة هي تتجاوز على حصص المياه، والحد ما تجي مي قليل أقل جودة مياه توصل إلى محافظة البصرة، يعني تدريجيا تجي المياه من الشمال إلى الجنوب. يعني قلت على موضوع البوابة، وحسب الإرادة السياسية اليوم الحكومية ماكو هيك شيء أصلا، ما مطارحين أصلا يمكن ما قاعدين يسولفين بالموضوع، فهل أكو حل شعبي؟ يعني هو قال الأخ هنا عبر حقيقة يعني تعبير بالنسبة للمحافظات، قال ما في يستخدمون الكهرباء والمياه فأي محافظ أكيد يريد يحفظ حقوق محافظته لا ويتجاوز أيضا، يعني من احنا نحكي من اسفل بغداد وانت ماشي كيف حالي الان توصل للذناب، بالمناسبه حال الذقار ليس باقل من البصره. كشحه نعم، بالعكس عمليه نفوق كبيره جدا وخاصه الاهوار، يعني يعني للاسف كل حقوقنا تاكيه. قبل شوي متكلمت لك مثلا اليوم من دخلت الاهوار بالمحميه الدوليه بالتراث العالمي 2017 باليونسكو قبل 6 سنوات او 7 سنوات، الماده 22 من القانون الدولي حفظت حقوق هذه الحقيقه حصص المياه، حصص المياه المنظومات الايكولوجيه هاي محفوظه مؤمنه، لان قلنا تنوع احيائي بها طيور حيوانات غيرها، الان جفاف بدت هجرة نفوق. طيب رجع الموضوع اللي سألتنا عليه، قلت المواطن فعلا المواطن اليوم محل سياسي محتاج، هذا كله نتيجة العبء والثقل اللي عانى من عند المواطن، وللأسف نعم الأمور تخرج أنا أعتقد، خاصة لربما ملف الكهرباء في نعم. لكن ملف المياه أنا أعتقد راح يكون أثقل ملف على الحكومة القادمة، إذا لم تكن حقيقة هناك قرارات جريئة وقرارات حقيقة تكون قوية وحاسمة. يعني نتكلم اليوم يحتاج لها موازنات عالية بصورة عامة. أستاذ حسين خلي استغل وجودك، أنه يعني مثلا أكو تصريح لمديرية ماء البصرة أعلنت عن تجاوز الملوحة في الفاو المعايير حيث وصلت إلى 30,000 جزء بالمليون، في حين أنه لا يجب أن تتعدى 1,000 جزء بالمليون. يعني احنا اليوم قريبين على كارثة 2018 ولحد الان اكو يعني مو فتش. لا كارثة 2018 كانت 10,000 جزء بالمليون، ها 30 هي نعم يعني ضعفين. اي هاي بالفاو. اي نعم كانت 10,000 جزء بالمليون. يعني انا قلت اعيد الحديث، قلت نحن نسير بسرعة جنونية للهاوية بملف المياه. حقيقة أستاذ نعتمد يعني شلون فقط أنه هذا الخزين من رحيم خزين نفذ، شنو البدائل اللي موجودة عندك؟ والضغط اليوم نتكلم عن خطط زراعية، نقدر نستخدم مياه جوفية؟ نستخدمها بطرق أو عشوائيا. اليوم عندنا احنا دائرة المياه الجوفية بوزارة موجودة بوزارة الزراعة يعني. موجودة بوزارة الزراعة بالآبار والوزارة الآبار مواردهم. اي نعم هي ارتباط بين، لكن هذه اليوم انا تكلم يمكن برنامج سابق قلت لك اكو خلل ايضا بالتشريعات، نقل الصلاحيات ايش ادى اضعف المركزيه. صح. يعني انا اليوم مو بصدد انه الوزارات بصوره عامه وزارات سياديه امن غذائي المياه امن قومي، يعني يجب ان تكون مركزيه. نعم. لا من الممكن نقل بعض الصلاحيات يعني باقي الوزارات، لكن وزاره مهمه مثل امن غذائي وزاره مواد امن قومي لا يجب ان تكون لها مركزيه. هذا اول شيء، نقطع ايضا سلطه المحافظات
قلت لك المحافظ اليوم يريد يحافظ على وجوده، على منصبه، على منصبه. لا، بعض الأحيان أصبح المحافظ يسمح بالتجاوز لزيادة شعبيته كأنه. ولا تنسى محافظين أهمينا ما شاء الله، كل واحد هم أسسته كتلة وجاب ونزل بها بالانتخابات، يعني في سبيل أن يأخذ بالقرار السياسي. التصريح لعدد من نواب البصرة، ووصف عدد من نواب البصرة السبت الحلول الحكومية الموضوع لمواجهة ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب بالترقيعية. يعني اليوم هم أصلا سووا إجراءات، ذولا مراسلين يومكم لوين يداومون النواب؟ اي مراسل، اي مراسلين، اي فعلا بس ينقلون اخبار، فقط ينقلون اخبار. هسه مجلس النواب وين يقدرون؟ ما يوصلون شنو هم حينشرون على الفيس؟ لا يزال هو نائب ولا يزال اليوم النائب شو يسوي؟ هو هذا حاليا اللي انتخبوه ويمثل له 100,000 واحد يحل مشاكلهم، شو يسوي؟ ابو البصره شو يريد؟ يريد ابسط حقوق المؤتمر الصحفي حكوا بالموضوع، خليه يضغطون على الحكومه، خليه ياخذون جزء ينصبون منظومات تحليه، هذا جزء من الحل. خليه يتحركون على البوابة المتحركة في سبيل انه يصدون اللسان الملحي، هذا حل. خلي يحافظون على حياة ابنائهم من البصرة. يعني بما تطرقنا للمسؤولين الحكوميين، عندنا تصريح لمعاون محافظ البصرة، خلينا نشاهد هذا التصريح وراجع. طبعا مناطق الجزر الأربعة اللي هي مناطق تابعة إلى قضاء شط العرب حقيقة من المناطق المحرومة والتي تعاني كثيرا، لا سيما في الجانب الخدمي. واليوم احنا نمر بأزمة ماء. المشكلة الموجودة في هذه المنطقة هي أنه الماء ما لها مباشرة يأتي من شط العرب، وبالتالي بمعنى بدون تصفية وبدون كذا من الشط مباشرة. عليه بعد مناشدات وصلت إلى السيد المحافظ وإلنا كمعاون محافظ لشؤون الأقضية والنواحي، قررنا حقيقة بإنشاء مشروع هو أن نمد لهم أنبوب من الإروائي لقناة الإروائية أسوة بقضاء شط العرب بالمشروع المركزي إلى المجمعات اللي موجودة يمهم حتى يزودون بالماء الصالح اللي هو نسميه احنا ماء القناة الروائية، اللي حتى نسب الملوحة بأقل من بكثير من مياه شط العرب. وعليه بدينا بالبداية بجولة ميدانية في المنطقة نفسها اللي هي منطقة الروائية، وحددنا المسار اللي راح تنسحب من عنده المياه باتجاه مناطق الجزر الأربعة. بالإضافة إلى عقدنا أكثر من لقاء مع الجهات ذات العلاقة، سواء كان منفذ المشروع أو مديرية الماء أو مديرية البلدية القائم مقامية القضاء وغيرهم، حتى نسرع بالإنجاز على اعتبار نحتاجه بمدة قياسية، لأن ظروف صعبة فنحتاج إلى مدة قياسية بالإنجاز. هذه الفترة لحين إكمال هذا المشروع بدأنا بإيصال الماء عن طريق الحوضيات إلى مناطق الجزر الأربعة، طبعا الماء بنوعين، سواء ماء R0 أو حتى الماء من الإروائية نفسها لحين إكمال المشروع. ولهذا حقيقة هؤلاء الناس الطيبين يحتاجون خدمة من عندنا، وإحنا إن شاء الله رهن إشارتهم وسنخدمهم بهذا المجال بعونه تعالى. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا المخرج دائما أختم فظل عندنا دقيقة أو أقل من دقيقة الكلام لك أستاذ تحسين. والله يا أستاذ ظفر، إحنا اليوم نوجه مو نتعاطف، اليوم رسالة، يعني وإحنا نعيش أيام عاشوراء، هذه الأيام الخالدة، هذه الرسالة اللي كل الإنسانية معقولة أنه هذه الأرض اللي تكرمت وتشرفت بهذه الأجساد الطاهرة بهذا الإرث والحاضر والمستقبل إنه تعاني هذه المعاناة، فهي رسالة للمسؤولين، رسالة لأتباع أهل البيت اللي موجودين بمصدر القرار، أن ينظروا بعين الرحمة والإنسانية والشفقة. إن كون البصرة حقيقة اليوم البصرة تعاني، البصرة تحتضر، البصرة في خطر،
يجب أن تكون كل الجهود اليوم مثل ما تنتفض فانتفضت. أنا دائما أذكر أنه من ننتفض نقاتل الإرهاب، وداعش اليوم أيضا نقاتل هذا الإرهاب القاتل، هذه الجراثيم، هذه الأوبئة. فمن خلال أرض السواد ومن خلال برنامج حقيقة رسالة لكل، حتى لكل مواطن، للوقفة مع أهل البصرة نحتاجون. كل التحية لك أستاذ تحسين المساوي الخبير المائي والزراعي على كل هذه المعلومات، وشكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ، الله يخليك. طبعا أحبة المشاهدين، قبل الختام، يعني اليوم ما أدري، وايد عاتبنا وزير موارد وعاتبنا وزير زراعة، اليوم عاتب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللي لا يوم من الأيام حكى بتصريح على الزراعة، لا يوم من الأيام حكى اليوم على كارثة الكهرباء والمشكلة، التشبث الكبير بالمنصب. بس يا أخي سوينا موضوع البصرة حتى والله عندك فدي إيجابية، أو سوينا موضوع الكهرباء عندك إيجابية على مود والله. إذا تريد وتريد بعد سنتين ما أدري سنة ونص، وللأسف كل الكتل السياسية اهتمامها بعيد عن الأزمات الحقيقية، وحكومة التصريف مو حكومة حقيقية، صار مفاوض بين الكتل وغيرها من هذه الأمور على مود مكاسب. كل المواطنين يعرفون شنو المكاسب اللي يريدوها. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.